تعد سياحة المطاعم رافدا مهما من روافد تنشيط السياحة في مملكة البحرين، حيث تقوم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تقديم التسهيلات اللازمة لدعم سياحة المطاعم واستقطاب المطاعم العالمية. وقد تميزت المطاعم في تقديم كل ما هو جديد ومتنوع في قائمة الأطعمة لديها لجذب السياح من مختلف الجنسيات. التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان شرف. في تذوق الطعام تاريخ مزدوج بعادات وتقاليد بلد اعتاد أهلها عليه، فذيع صيتها وأصبحت وجهة لما تصنعه اليد ذات النفس الطيبة التي أحسنت بصنيعها مختلف الأطباق والنكهات. ومن هنا جاءت المطاعم لتصبح اليوم مقصدا سياحيا للعديد من السياح، وهذا ما تقوم عليه مملكة البحرين من خلال تنشيط سياحة المطاعم في بذل جهود حثيثة متمثلة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض عبر استقطاب المطاعم العالمية لرفع مستوى السياحة واستقطاب متذوقي الطعام. يامس هو مطعم إذا بدك شرقي يوناني، أوكي. تم استقطابه لأجل عدة عوامل إذا بدك، منها أول شيء السي فيو اللي أنت حتشوفيه البحر من كل جوانبه، والشغلة الثانية اللي هو الغروب اللي أنت كمان بتلاقيه، يعني بتحسيه الأقرب للخليج اليوناني. هلا بالنسبة للسياحة، أكيد الدعم اللي هي عم تعطيه للمجال الفندقي وللمجال إذا بدك لافتتاح هيك مطاعم بالبحرين طبعا بيساعد كتير. تتنوع قائمة الأطعمة بين المأكولات الشرقية والآسيوية والأوروبية أيضا، ليعيش السياح تجربة تذوق الأطعمة من مختلف البلدان التي اشتهرت بها. كثير سياح بتحب انه تجي تستكشف شو هو يامس، سو لهيك بنكون عند حسن ظنهم وقتها بنقدم السيرفيس المطلوبه منا، وقتها بنقدم الاكل الطيب اذا بدك مثل ما بنقول، وطبعا الفقرات الموسيقيه الحلوه لحتى ما يحسوا بملل هن وعم ياخذوا الميز تبعهم. حوالي 70% إذا بدك زوار من خارج الفندق، وفي عندك ال 30% كمان بيجوا من قلب الأوتيل اللي هن أخذين الغرف من عندنا من الأوتيل، بيجوا تيشوفوا عن جد شو هو هذا المطعم. لم تقتصر جهود مملكة البحرين في استقطاب الوكالات العالمية للمطاعم والمقاهي الشهيرة، بل أيضا شجعت على تأهيل الشيف البحريني بالتعاون مع تمكين في استثمار الأفضل للترويج للنكهة البحرينية التي أصبحت علامة بحرينية مميزة. تتقن المطاعم فن تقديم كل ما هو جديد ومتنوع لجذب السياح في مملكة البحرين، ولكن هناك من تعدت شهرتهم الحدود وأصبحت زيارة السياح لها ليس بالصدفة بل بتخطيط مسبق. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.